إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من جديد إخوان. أعتذر يعني كثرة الفيديوهات، ولكن تتعرفوا كثرة البلاغات والإنسان لازم يخرج دائما بالجديد. هذا الفيديو هذا بيكون توضيحي فقط للفيديو اللي قبل الأخير، يعني الفيديو اللي نشرنا فيه القرار والبلاغ اللي خرجت به السلطات المغربية حول تعليق الرحلات وإغلاق جميع الرحلات المباشرة إلى المغرب، كيف مذكور في الفيديو كيف مذكور في العنوان. بعض الإخوان تيعقبوا تيقول لك لا راه مسموح الخروج، راه فعلا الدخول الآن إلى المغرب من أي بلد. اخواتي سولوا، انا بغيت نجي من افريقيا، كل شيء مسدود، الديوانه دابا الحدود تمنعات باش تدخل المغرب، الخروج مسموح. ولكن الاخوان حنا درنا الفيديو الثاني ديال الرحلات اللي ممكن تدارك بها راسك وتخرج، لانه التجربه علمتنا والماضي تعلمنا عطانا درس، لا ثقه فيك عتيقه. هذا القرار، هذا البلاغ الحكومي اللي خرج الان ممكن يتم تعديله في الساعات المقبله. عطاوكم مهله باش الانسان اللي في المملكه المغربيه هو مقيم برا يجمع بويلزاتو ويخرج في حاله قبل ما يخرج، التعديل ديال القرار ولا يخرج قرار اخر، لان شفتوا في الايام الماضيه شحال من قرار خرج وشحال من بلاغ خرج. لذلك احنا درنا ذاك الفيديو الثاني ديال الطائرات والتذاكر اللي ممكن الانسان يهرب بها حبا في الاخوان وكره، ما بغيناش نشوفوهم تيتكرفسوا حتى ولا واقفين قدام السفارات ولا القنصليات والفيديوهات والانسان تيبكي والعيالات تيبكي والدراري تيبكيو. لذلك درنا لكم داك الفيديو ديال التحذير اللي بغى يخرج ما حد باقي عنده الوقت، عندك الوقت. هما قالوا القرار ديال الدخول ممنوع والخروج مسموح به وممكن، ولكن حذاري 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 الاخوان. هذا الفيديو هذا درته باش نوضح هذه الفكره خلاص، الدخول الان ممنوع والخروج مسموح، يعني الاخوان اللي في المغرب راه القرار ما تيشملهمش، ولكن التجربه تعلمنا الانسان هو اللي يكون يعني المؤمن ما تتلدغش من الجحر مرتين. هذا هو اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو، نتمنى لكم امسيه طيبه. والاخوان اللي تيسولوا باقي تيسولوا على البي سي ار، واش راه ما بقاش الدخول الى المغرب مونع، يعني تسدات الحدود المغربيه في الدخول الى المغرب، باقي عندكم الامكانيه تخرجوا تداركوا الموقف للانسان وللافاده فقط. فاش درنا داك الفيديو دخلوا يعني تحققوا بنفسكم، دخلوا للمواقع ديال شركه الطيران وشوفوا الرحلات ديال الخروج من المغرب، راه ما كايناش قلات، اغلب الشركات سدات علقوا هذوك الوجهه من المغرب الى خارج المغرب، يعني قليل باقي تلقاو الرحلات. داكشي باش يعني الانسان تيستنبط الافكار، تيستنبط يعني بعض الاراء من هادشي اللي تيشوفوا من الدلائل اللي قدامه المعطيات. وقال لكم بانه راه يقدر يكون تعديل ديال داك البلاغ وداك القرار الحكومي ويتم تعليق الرحلات كذلك للخروج من المغرب. هذه نصيحه اللي نقدروا نعطيكم، كما دائما ما تنبخلوش عليكم النصائح، اي اخ ولا اي اخت الى في المغرب اجمع باقصى سرعه ويتوكل على الله ويرجع لبلد الاقامه ديالو. اخوان، أتمنى لكم أمسية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.